خطوات بسيطه في الميك اب وقبل الميك اب هيخليكي يبان شكلك طبيعي ولوك حلو جدا زي اللوك ده. طبعا معانا لازم ان انت تغسلي بشرتك كويس وكمان تقبضي المسام بتاع البشره، فده تونر وغسول في نفس الوقت. هنبدا ان احنا نعمل بيه بشرتنا. بس كده شايفين، برغم ان انا بشرتي مغسوله بس برضو طلع حاجات من البشره. كده خلاص انا بشرتي نظيفه، هبدا بقى ان انا ترطيب البشره من الحاجات الاساسيه جدا اللي بتفرق معاكي اصلا في ان الميك اب يطلع ناعم والفاونديشن مش مغير والكونسيلر برده مش مغير، كل الحاجات دي. فعشان كده هنرطب عينينا. وكمان هنرطب بشرتنا. نبدأ بقى نوزع كل الكريم كده زي مساج للبشرة. كده انا خلاص رطبت بشرتي كويس جدا. في بقى خطوه مهمه ناس كتير قوي بتقع فيها، الصن بلوك. الصن بلوك لازم ان انت تستخدميه سواء في الصيف او في الشتاء نازله، يعني لازم اساسي ان انت تستخدمي صن بلوك، منه ان هو بيحافظ على بشرتك وفي نفس الوقت مش بتغمقي، يعني اللي هي الناس بتبقى بتدور على حاجه تفتح بيها بشرتها. طب ما بالبدايه كنت استخدمتي اصلا صن بلوك وريحتي نفسك من موضوع الغمقان والجو ده. احنا لو نستخدم بس الحاجه او ننتظم من البدايه، يعني هنقول ايه، هنريح نفسنا من حاجات كتير جدا. وحطي بقى كميه صن بلوك حلوه كده علشان تظبط بشرتك، يعني ما تستخسريش. الحاجه الوحيده اللي في الصن بلوك ده اللي تحطي منها كميه محترمه يعني هو الصن بلوك. كده خلاص انا فردت كل الصن بلوك على بشرتي. هبدا بقى ان انا احط حاجه. اول حاجه الكونسيلر، انا طبعا مرطبه تحت عيني، بس الكونسيلر ناس كتير بتروح جايه حاطه كونسيلر مثلا فاتح على طول. لا، انا هستخدم اتنين مع بعض. اول واحد ده فيه كذا درجه اللي هي بيكون فيها الكوريكتور بتاع تصحيح لو مثلا انا اتغمقه او حاجه عايزه ان انا ابدا ان انا اداريها، وبعد كده الدرجه الفاتحه اللي هتديني اضاءه. فدي خطوه برده مهمه جدا، لان انت لو بداتي بالفاتح على طول على هالات غامقه هتبدا ان هي تتحول لرمادي وشكلها مش هيبقى لذيذ. فعشان كده حاولي انت تدمجي درجتين مع بعض او تجيبي من البداية درجة غامقة. الكونسيلر لان انا مرطبه عيني ماشي معايا، اللي هو عارف بص اللي بتقولك ايه زي السكينه في الحلاوه، هو بالظبط كده. لكن لو انت مش مرطبه تحت عينك هتحسي ان هو بيتفرد معاكي بصعوبه مش بسهوله. بس كده بعدين هبدا ان انا احط الفاونديشن، وبعد كده في الاخر هحط الدرجه بتاع الكونسيلر بتاعي. فهفرد الفاونديشن ونكمل معاكي. وبرضو لما تيجي تختاري الفاونديشن اختاري درجة تكون قريبة لبشرتك، مش لازم تختاري درجة فاتحة عشان تفتحي نفسك. لا، حاولي انت تختاري درجة قريبة لبشرتك قوي او اقل منها، اغمق منها سنة، لكن الدرجة الافتح بتخلي البشر يعني بيغير على البشرة فمش بيبقى حلو. انا بفرد الفاونديشن بايدي عادي جدا، طبعا في ناس بتفرده بالسبونج وفي ناس بتفرده بالفرشه، بس انا بحب الايد اسهل واسرع يعني.
بس انا كده خلاص كل الفاونديشن فردته على بشرتي. هبدا بقى ان انا احط درجه الكونسيلر اللي هي افتح شويه من الدرجه اللي انا استخدمتها. والكونسيلر مش بنحطه كده، في ناس بيحطوه 7 كده، لا غلط، هي دوبك حاجه هنا كده وحاجه هنا كده ونبدا ان احنا نفردها. بس كده خلاص انا كده اديت زي ضي تحت عيني. عايزه بقى ان انا اثبت الكونسيلر والحاجات اللي انا عملتها دي. هبدا ان انا استخدم اللوس باودر برده، مش كميه كبيره، يعني حاجه بسيطه خالص تحت العين بحيث ان احنا ندي لها ضي كده. بس كده انا خلاص سبتها. هبدا بقى ان انا اطيرها بالفرشه اللي انا حطيته ده. بس كده زي ما انتم شايفين تحت عيني ناعم، مفيش اي خطوط، مفيش اي كسرات تحت العين. بس انا كده خلاص ظبطت الميك اب مثلا اللي هيتحط على العيون. لو انا هحط بقى اي شادو، هحط اي لاينر، هحط الكلام ده كله، انا خلاص حطيت الطبقه الخفيفه اللي انا هعملها، لان طبعا ده مش ميك اب يعني فول كفر او كده، لا دي حاجه بسيطه كده، مش بروفيشنال برده، بس حاجه للبنات المبتدئه، الناس اللي لسه بتعلم ميك اب، الناس اللي حابه اصلا الميك اب يكون لوك خفيف. هو ده اللي احنا بنعمله في الفيديو النهارده. هحط بس الاي شادو والاي لاينر وكده، واي تريكة تانية هقولها لكم في وسط الفيديو. حابه بقى ان انا ادي زي وسع العيني في المدمع بتاع العين كده، بحط حاجه بتلمع جليتر، ده بيدي شكل وسع للعين. خطوة برضو اساسية من الحاجات بتاع الحواجب، ان انت لازم تبقي بترسمي حواجب وهي متسرحة كويس، فسرحي حواجبك الاول قبل ما انت ترسميها، وبعدين ابدأي ان انت مشي بالباودر بتاعك او الجل بتاع الحواجب ايا كان الحاجة اللي انت بتستخدميها. انا عن نفسي ما بحبش ان انا اكون متقلة، لا بحب ان انا حاجة خفيفة كده يدوبك بس تدي لون بسيط للحواجب زي ما انتم شايفين كده. فبيدي شكل طبيعي هادي، مش حاجه من الحاجات الاوفر. الناس اصلا كمان برضو اللي مش بتعرف ترسم حواجبها كويس الطريقه دي هتبقى كويسه جدا ليها. تعالوا بقى نشوف تركايه للمسكرة، يعني هعمل لكم عين وعين بحيث ان انتوا تشوفوا الفرق بين العينين. انا دلوقتي هحط مسكرة بس عادي كده من غير اي حاجه، مسكرة عاديه، والعين الثانيه هعمل لكم فيها الخدعه ونشوف ايه الفرق بين العينين وهل فعلا في فوليوم فارق ولا لا. الناحية التانية بقى قبل ما نحط المسكرة هنستخدم الفرشة اللي هي بتاع الحواجب او انت بتسرحي بيها رموشك، ونحطها في لوس باودر كده، وبعدين نبدأ نمشيها على الرموش كأنك بتعملي مسكرة برضو يعني، او ممكن باودر تالك، يا اما لوس باودر او باودر تالك، وبعد كده أبدأ احط المسكرة بتاعي عليها. هل في فرق بين العين دي والعين دي؟ انا عايزه اقول لكم ان انا مش شايفه المرايه بعيده عليا، فانتوا حددوا لي. المفروض ان هنا الفوليوم يبقى اكتر من هنا. الناس اللي مش بتركب رموش او مش بتحبها زي حالاتي كده، او مش بتعرف حتى ان هي تركبها، برضو التركه دي هتبقى حلوه قوي في المسكره، ان انت لو حطيتي باودر تالك او لوس باودر على الرموش. وفي ناس بتحط فاونديشن، بس يعني تالي باودر التالك افضل او اللوس باودر، وبعد كده ترسمي المسكره بتاعك، هتدي فوليوم حلو جدا للرموش. كمان برضو من الحاجات اللي بتخلي شكل الروج احلى ان انت لازم ترطبي شفايفك الاول قبل ما تحطي الروج بتاعك، فدايما البلسم بتاعك تستخدميه على طول قبل الروج.
تبداي بقى تجيبي الروج بتاعك عادي، اي روج انت بتستخدميه ايا كان. انا بحب ايه، مش يعني ما بستخدمش دي، بستخدم الفرشه بتاع الروج وابدا ان انا احط بيها على شفايفي. بس كده، واخر خطوه خالص هي خطوه البلاشر، حاجه خفيفه كده تدي توريده للخدود. بس انا كده ده كان اللوك بتاعي النهارده، خطوه بسيطه وحاجات بسيطه وبدائيه واساسيه لاي حد مبتدئ ان هو يعمل الميك اب، هيبقى سهل جدا معاه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عايزين فيديوهات تانية منه اكتبوا لي في الكومنتات. سلام.